سيد نزار، يعني لعلك تابعت البيان الرئاسي الصادر عن رئاسة الجمهورية، ما هو موقف المجلس من هذا البيان؟ طبعا الموقف الرسمي سياتي بكل تاكيد ليس اليوم، ولكن بعد ان يتدارس القاده حول هذا الموقف الذي نعتبره شخصيا للاسف استمرار للاخطاء السابقه. للاسف هناك فهم مغلوط لما تم اعلانه اليوم بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي وجه رساله واضحه للعالم ان الجنوبيين هم سيكونوا الشركاء القادمين في دعم مكافحة الإرهاب وأيضا دحر الإنقلابيين واستمرار دعم الشرعية. للأسف ما أتى اليوم من ردة فعل للأسف نعتبرها غير مقبولة بوصف أو رفض هذا المجلس الانتقالي يعطينا نظرة غير صحيحة لهذا القرار، بأن هناك استمرار لمحاولة فرض الوصاية على القرار الجنوبي من جديد، وكأننا نعود بالسيناريو الذي كان عليه علي عبد الله. نعم، لكن البيان أيضا ركز سيد نزار، البيان ركز حول ما وصفها تعارض تشكيل المجلس مع المرجعيات الدولية. هل يرى المجلس أي تعارض في تشكيله لهذا المجلس مع القرارات والمرجعيات الدولية؟ غير صحيح. للجنوبيين الحق في تمكين مكانتهم السياسيه مستقبلا، وهذا ما يعمله الجنوبيين حاليا. الجنوبيين يرتبون اوراقهم ليكونوا قوه على الارض داعمه لهذه الشرعيه وداعمه لهذا التحالف، فما الذي يخيف الرئاسه الشرعيه حول هذا الموضوع؟ نحن نظن ان هناك لا زالت الايادي التي تلعب بالرئاسه وتخططها من نهجها الصحيح بمواجهه العدو الانقلابي إلى مواجهة مع الجنوبيين. الجنوبيين هم باتوا الشركاء الحقيقيين على الأرض. نعم. والداعمين الحقيقيين للشرعية والتحالف. نعم سيد نزار، يعني كيف يمكن توصيف العلاقة بين الرئيس هادي والحكومة والمجلس السياسي؟ الحكومة من حقها أن تباشر أعمالها ولا يمكن أن نمنعها، هذا أمر متفق عليه. نحن نتكلم على إدارة الجنوب سياسيا مستقبلا، بالحق الجنوبيين بقضية جنوبية الكل يعترف فيها بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس الذي ذات كان يوما يقول أنه يعتذر عن استعمار الجنوب طالما يعترف أنه كان هو يستعمر الجنوب، فبالتالي من حق الجنوبيين أن يستعيدوا سيادتهم على أرضهم. نعم، لكن يعني هل نتوقع او ما الردود المتوقعه للمجلس يعني ابان هذا البيان؟ هذه نتركها لقياده هيئه رئاسه المجلس الانتقالي الجنوبي، وباذن الله ستنشر في وسائل الاعلام المختلفه.